بنرحب بحضراتكم في الفقرة الأولى، وهنتكلم عن الجولف كروكيه واللي مصر بتشارك كمان في بطولاتها الدولية بشكل بصراحة مميز جدا نقدر نقول. على كل حال هنتكلم مع اثنين من أبطال اللعبة يعني، وعن بطولاتهم أكيد واستعداداتهم للبطولة اللي جاية. خلينا نرحب بكابتن صلاح الدين محمد، وصلاح الدين بطل العالم ومدرب الجولف كروكيه، صباح الهنا. ومحمد كارم بطل مصر والعالم في الجولف كروكيه، بونجور، صباح الهنا. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن صلاح، صباح الخير يا كابتن محمد، نتمنى لكم التوفيق وتكون فقره مميزه لجماهيرنا وكل اللي يعني مهتمين بلعبه الجولف كروكيه يستفيدوا من دي الفقره ان شاء الله باذن الله. كابتن صلاح، انت بطل العالم 3 مرات، 97 و2000 و2014 بالظبط. كلمنا عن الثلاث بطولات كواليسهم، اصعب المحطات اللي مرت عليك في الثلاث بطولات دي. هو انا من حسن حظي ان الثلاث بطولات العالميين دول كانوا في مصر الثلاثه. كويس. والصراحه في 97 وفي 2000 احنا كان لينا رياده مميزه جدا، وكان الجولف كروكيه هو الكروكيه، في جولف كروكيه وفي اسوسيشن، فالجولف كروكيه احنا بنلعبه في مصر، وكان بره اقل شويه، مش معروف قوي، لكن هو كرياضة هو مسلي أكتر من أسوسيشن، لأن في تبادل ضربات، يعني أنا بلعب والخصم بيلعب، إنما في الأسوسيشن لا، هو بيلعب وبعدين لما بيقع أنا بنزل. فالأجانب برة في أمريكا وفي إنجلترا وفي بقية الدول لما لقونا بنتميز في هذا المجال ابتدوا يشغلوا الجولف كروكيه عندهم، ويبقى عندهم أهم يمكن من الأسوسيشن دلوقتي. فكان 97 و2000 احنا كان عندنا رياده خاصه جدا، بس هم بقى لقطوا الموضوع وابتدوا يشتغلوا على نفسهم، وابتدت المنافسه تبقى يعني منافسه متوازنه ما بيننا وما بينهم. بس حضرتك ابتديت عندك كام سنه؟ ويعني خلينا برضو نعرف الباك جراوند شويه. والله انا ابتديت كروكيه من 42 سنه. اوكي. كان وقتها عندي 17 سنه. وأول بطولة عالم كانت 97، كان وقتها عندي 33 سنة، وكنت مبتدي في نادي الصيد، واستمريت في نادي الصيد سنوات طويلة، وكنت مقرر لجنة في نادي الصيد، وبعدين انتقلت بعد كده لنادي زهور. عايز أتكلم على الكروكيه. إحنا طول عمرنا في مصر نفسنا جدا أن النادي الأهلي يخش يبقى عنده كروكيه، يعني ده أمل وطموح كبير جدا عندنا، لأن كلنا عارفين قد ايه النادي الاهلي نادي فيه نظام وفيه سيستم محترم جدا، فاكيد هيضيف للعبه جامد. هي يمكن لعبه يعني شهيده شويه ومش منتشره جدا، لكن النادي الاهلي اكيد لو تبنى الموضوع اكيد هيبقى عندنا فرصه كويسه جدا ان اللعبه تنتشر اكتر منه.